في الهجير وفي الظلال يا إمام الرسل ويا سندي تباب الله ومعتمدي. والله تقريبا بال 85 كنت ولد عند أبوي، تعلمتها من أبوي، كان دكاننا على القبلة غير هاي الدكان، وكان في علي طلب يعني وحركة كله كان أخي، وكنا نصفن على الدور بهذاك الوقت هانذاك، كنا نصفن على الدور وصار علينا زحمة كتير يعني كتير حركة. بعدين مصلحة ماتت بال 2005، مصلحة ماتت تركناها، بس لو رحنا صرنا نشتغل بغير مجال بالصناعة. وعلى الأزمة هاي بالأحداث اللي صارت رجعت العالم للبوابير ورجعنا نحن لمصلحتنا، يعني ردت حياة من أول وجديد. مصلحة قديمة هي حيم أصدير أرقيل بوابير ويديس حسب بقى، هي اسمها هاي سنقرة بيقولوا لها سنقرة. بالأحداث اللي مضيت هاي اللي مرينا فيها ورجعت المصلحة حيت، ونقص الغاز فقدان الغاز وحق جرى أكثر من 300 ورقة ما حد معه، فلذلك عم يميلوا للبابور مشان يجيبوا لتر قاز يمشوا حالهم فيه، لأنه جرى غالي وما حدا بيحسن يبدلها. المواد والله ما هي موفرة، عم يدور عليها دوارة صعب جدا لأنه مصلحة قديمة ماتت. هلا روح دور ما في حدا بيشتغل مثلنا، ما في اثنين او ثلاثه هون بالمنطقه كلها بادلب كلها، مصلحه ماتت. في اشخاص من اماكن محدودين نحن بنجيب منها. والله مصلحه هي حب يعني، هي اللي هواي فيها فن يعني، عرفت شلون؟ يعني اذا شغلي مثلا ما نجحت معي ما ببسط، بدي اشتغلها هيك على الرواق وعلى اخر ما يكون. كان جدا بيض، أبويا كان بالبوابير نفس المصلحة تقريبا، أنا أخي ورتها هاي عن أبويا يعني، هاي مصلحة أبا عن جد، والعالم تعرف يعني كل هذا وضعنا يعني. والله أصدير صار هما كسر ظهرنا غير الأصدير، غلات الأصدير هذا عم بيجي غالي، والنشادر والمكاوي هاي ما تلم حقها اليوم. هذا الكاوي اليوم بدها تشتغل فيه بدها تخلع حتى تلم حقه، بضاعة غالية كلها. اي والله عم نجيبها، ايش بدنا نسوي؟ بدنا نشتغل اجباري. والله هي يعني مهنة وتراث، يعني زمان غنيت تستر الحمد لله، عرفت شلون؟ ويعني هيك عندي موهبة انا بحبها هيك يا اخي، بحب الوبير ما بس بعشقهم. ايه معروف اول واحد، انا اقدم شيء بهالمصلحه هاي بريحه كلها. هي بقول لك حسب الشغلات، شغله اللي بحسن عليها بسويها، ما بحسن عليها ما بحسن عليها. يعني مثل دلايات، برق الشاي، اراجيل، ويديس مثلا، بدهم الحيم، حي الله ما لاحظ، ما حطيت بس على البابور. مشكل مصلحه يعني في إلى عدة أنواع، يعني مثلا إذا إجتنا شغلة دلي مثلا بدنا نلحمها نرجعها مثل ما كانت، الحين بده يكون رفيع ما يبين، تلميع مثلا بننظفها، إيش بده أوباديس مثلا أدوس فيه بنغير له أرض مثلا بيرجع جديد هيك، أرقيلي مثلا بدها بور نحاس بدها شغل هيك على الرواق منحب نظبطها هيك. والله عندي بيكون القصف متوقف، انا عندي بيشتغل قصف ما بقى حدا بيشتغل، كلياتنا بنروح بقى ندور على محل نتقوى. اما عندي بيكون ما في قصف، العالم بقى بترجع ان شاء الله لحياتها الطبيعيه وبترتاح نفسيا. والله مستوره والحمد لله، اذا ما غنيت تستر، عرفت شلون؟ يعني ما هو زيادة هالدخل الزيادة، لا والله عايش على قده والحمد لله، بس هيك لأنه مدخولها ضعيف، عرفت شلون؟ وعدم مؤاخذة يشوف حالتنا يعني شحوار، وأغراضنا كلها شحوار، يعني إذا واحد يسلم علينا ما بيسترضي، يعني ما بيسترضي واحد إنه مرحبا ليش؟ لأن هيئتنا شحوار وأغراضنا شحوار.
ومصلحة مو مرغوب فيها يعني بصراحة. ليش؟ لأنها ما ينضي فيه مصلحة وسخة شوي، شو حوار وتعب وكذا. ايه والحمد لله رضي يعني باسم نادي الله اسم لنا اياها الحمد لله. رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك.